أرجو أنكم لم تندموا على مجيئكم إلى روسيا وأنكم تتواصلون معنا. لقد ناقشنا في هذه المنصة مرارا التغيرات التي تحدث في العالم والمخاطر المرتبطة بتدهور المؤسسات الدولية وتقويض الأمن الدولي واستبدال القوانين الدولية بالقواعد التي غير مفهوم من وضعها وما هو أساسها وماذا تتضمن. يبدو أن هناك محاولة لوضع قاعدة واحدة فقط لكي تستطيع السلطات أن تعيش بلا أي قواعد وطبعا من دون أي رادع. هذه هي القواعد التي يتحدثون عنها باستمرار. قيمة المناقشات في فالداي هي أننا نسمع هنا العديد من التقييمات والتنبؤات والتكهنات المختلفة وبمدى دقتها يتبين هذا من الحياة. فالحياة هي الفاحص الأهم والأقصى وهذا ما يشير إلى دقة توقعاتنا في السنوات الماضية. يبدو أن الأمور تتطور وفق السيناريو السلبي الذي ذكرناه مرارا خلال اللقاءات الماضية وتحولت إلى أزمة نظامية في المجال الاقتصادي والإنساني والعسكري. طبعا الغرب ليس فيه لوحده، فهو عبارة عن معقد كبير، ويبدو أن الغرب في السنوات وخاصة الأشهر الماضية اتخذ عددا من الخطوات للتصعيد، ولا جديد في هذا، فهم دائما يصعدون، مثل تأجيج الحرب في أوكرانيا والاستفزازات حول تايوان والإخلال باستقرار أسواق الطاقة. ربما هذا لم يكن مقصودا، ولكنه كان نتيجة أخطاء منهجية للدول الغربية، كما انضم إلى هنا أيضا تدمير أنابيب الغاز الأوروبية. السيطرة على العالم هي ما يراهن عليه الغرب في لعبته، وهذه اللعبة خطيرة ودامية تنفي سيادة دول وشعوب ولا تأخذ في الحسبان مصالح الدول الأخرى. حتى لو لم يتحدثوا بصراحة، لكن في الواقع هذا هو ما يحدث. فلا أحد من الذين يصوغون هذه القواعد لا يحق لهم التطور المستقل للدول. ولقد اقترحنا مرارا على الغرب بناء نظام أمن مشترك وبناء الثقة، لكنهم رفضوا الأمرين ولم ينجو من هذا. فمن يزرع الريح كما يقال يجني العواصف. هناك طريقان أمام الإنسانية: إما أن نراكم عبء المشاكل والذي طبعا سيسحقنا في النهاية، أو أن نبحث عن الحلول قد لا تكون مثالية ولكنها ستكون كفيلة بجعل عالمنا أكثر أمنا واستقرارا. كنت دائما أؤمن بقوة التعقل، لذا أعتقد أنه في نهاية المطاف المراكز الجديدة للعالم والغرب سيدفعون للتحدث عن المستقبل، وهذا مهم بالنسبة لنا جميعاً.
أحداث اليوم دفعت إلى الخلف مشاكل البيئة، وهذا ما أريد أن أبدأ منه. لم تعد مشاكل تغير المناخ على الصفحات الأولى للصحف، ولكن هذه التحديات لم تختفي، بل إنها تتزايد وعواقبها خطيرة. عبر اختلال التوازن البيئي وتقلص التعاون البيولوجي في الطبيعة، وهنا أنتقل إلى الموضوع الأساسي الذي اجتمعنا لمناقشته، وهو التنوع الحضاري والثقافي، وفي الوقت نفسه محو جميع الفروق والتي صممها الغرب. ماذا وراء هذا؟ إنه الاختفاء على قدرة الابتكار في الغرب والسعي لاحتواء ومنع تطور الحضارات الأخرى. وطبعا هناك مصالح تجارية بحتة من خلال فرض القيم الغربية، فخصومنا لنسميهم بأدب يحاولون توسيع الأسواق لمنتجاتهم. إذن الأمور بسيطة، ولا عجب في أن الغرب يدعي أن ثقافته وأيديولوجيته يجب أن تكون شاملة لكل دول العالم. هكذا يتصرفون ولو لم يصرحوا بذلك، ويصرون على هذا بواسطة سياساتهم أن تكون هذه القيم مقبولة من الجميع في التواصل الدولي. وأعطيكم مقتبسا من كلمة سولجينيتسين، حيث قال: الغرب يعاني من عمى الفوقية المديد، فيتصورون أن جميع المناطق الواسعة في كوكبنا يجب أن تتطور لمستواها. لم يتغير أي شيء منذ 1978، وخلال القرن الماضي، والذي طبعا منذ أن ذكر سولجينيتسين هذه الكلمة أصبحت أشكاله بشعة تماما، ولا سيما بعد ظهور العالم وحيد القطب. فثقتهم بإفلاتهم من العقوبة شيء خطير، إذ تبقى خطوة واحدة فقط تفصلهم عن تدمير أو إلغاء كل من لا يروقون لهم. وحتى في ذروة الحرب الباردة لم يخطر على بال أحد نفي وجود الثقافات والعلوم لدى الشعوب الأخرى، لم يكن يخطر هذا على بال أحد. طبعا كانت هناك بعض القيود على العلاقات العلمية والحضارية والثقافية وحتى الرياضية، ولكن قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كانوا يدركون أن المجال الإنساني ينبغي التعامل معه بحذر، وينبغي أيضا احترام الخصم والاستفادة من بعض عناصره للحفاظ على العلاقات البناءة في المستقبل. النازيون كانوا يحركون الغرب، أما الآن فالليبراليون وصلوا إلى منع تشايكوفسكي ودوستويفسكي. ثقافة الإلغاء أو إلغاء الثقافة يزيل كل الإبداع ويمنع التطور في الحر في الفكر الحر أو السياسة أو غيرها من الأمور. وتغيرت الأيديولوجيا ولم تصبح كما كانت عليه في السابق. إذا كانت الليبرالية تعني حرية كل شخص وتعني حرية التعبير عما تريد وأن تفعل ما تريد، ففي القرن العشرين بدأ الليبراليون يزعمون أن المجتمع الليبرالي له عدو وأعداء، وحرية هؤلاء الأعداء ينبغي تقييدها بل إلغاؤها. ووصلوا الآن
إلى شيء مخالف للعقل باعتبارهم أي وجهة نظر مختلفة تقويضا للديمقراطية والحرية. وكل ما يصدر من روسيا فهو يصدر من الكرملين، لكن انظروا إلى أنفسكم، هل نحن قادرون إلى هذه الدرجة حيث أي انتقاد لخصومنا يعتبر صادرا من الكرملين؟ هذا هراء. فكروا بأدمغتكم وشغلوها قليلا وقدموا وجهات نظركم بصورة مفاهيمية. لا يجوز أن ينسب كل شيء إلى مؤامرات الكرملين. كل هذا تنبأ به دوستويفسكي في القرن 19، فأحد أبطال مسرحيته شيغالوف وصف مستقبله بهذا الشكل: عندما تخرج من حرية لا حدود لها أختتمها باستبداد لا حدود له. وطبعا هذا ما وصل إليه زملاؤنا الغربيون. ويكرر هذا بطل آخر يقول إنه من الضروري أن تسود الخيانة والفساد والتجسس، لأن المجتمع لا يحتاج إلى أي إبداعات. فيرجم شيكسبير وتفقأ عين كوبرنيكوس. هذا ما وصل إليه خصومنا الغربيون. هذه هي ثقافة الإلغاء. كان هناك مفكرون عظماء، وأنا شاكر لمساعدي الذين وجدوا هذه الاقتباسات.